أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. رفعت باينانس دعوى قضائية ضد فوربس جنبا إلى جنب مع الصحفيين مايكل دي كاستيلو وجيسون بريت في نوفمبر، بعد مقال صرح أن باينانس سعت إلى تشتيت انتباه المنظمين الماليين في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعود أصل هذا المقال إلى مستند تم تسريبه من أحد الموظفين السابقين في باينانس. تخاطر عملة ريبل بفقدان مركزها بين أفضل 5 عملات بعدما بلغت القيمة السوقية لبولكادوت وكاردانو 21 مليار دولار أمريكي، حيث فقدت ريبل لفترة وجيزة مركزها في المراكز الثلاثة الأولى في العملات الرقمية بعد أن تجاوز الوافد الجديد لبولكادوت DOT سقفه السوقي في موجة صعود العملات الرقمية. ينشئ الذراع الاستثماري لبنك كبير في تايلاند صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي للاستثمار في بلوكتشين، بعدما أعلن تقرير سابق أن تدخل شركات التكنولوجيا في العملات الرقمية يؤدي إلى تحقيق إيرادات سنوية تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي وإحداث موجات في جميع أنحاء الصناعة. فهل ستكون شركة أبل هي الشركة التالية التي ستتبنى عملة البيتكوين بعد تسلا؟ فإذا قررت أبل الدخول في أعمال تبادل العملات الرقمية، يمكن للشركة فتح فرص بمليارات الدولارات ببضع نقرات. أطلقت بورصة شيكاغو التجارية CME عقودها المستقبلية التي طال انتظارها للإيثيريوم، وهي العملة الرقمية الأصلية لشبكة إيثيريوم بلوكتشين، حيث تداولت بورصة شيكاغو الآن 77 عقداً من عقود إيثيريوم بعد أن دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد. كما سجل عقد فبراير سعر افتتاح قدره 1669 دولار، وبعد ذلك استقر السعر إلى حوالي 1600 دولار أمريكي. واجهت منصات تداول كبرى صعوبات جديدة إثر الارتفاع المفاجئ في سعر البيتكوين بعد استثمار شركة تسلا 1.5 مليار دولار أمريكي، كما تم الإبلاغ عن انقطاع الخدمة في بورصات العملات الرقمية الرئيسية في 8 فبراير. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. ابقوا معنا على قناة البيتكوين بالعربي لمزيدا من الأخبار ومزيدا من الفيديوهات التعليمية المجانية.